أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنت بالله، صدق الله العظيم. سلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سلا وبعد. أيها الإخوة، تعودنا في هذه المدينة أن نبتدر رمضان ونستقبله بجملة من التهيئات، وعلى رأسها فتح مساجد يأمها المؤمنون يغشونها يؤدون فيها الصلوات، وخصوصا صلاة التراويح، وينسجون علاقات من المودة والمحبة الإسلامية. يتكرر هذا كل سنة، وكل سنة ييسر الله تعالى من الأشخاص من المؤمنين من المحسنين من المعروفين أو المجهولين من يؤمن بهذا العمل ويضحي ويبذل من أجل ذلك. ولذلك نشعر بأن الخريطة المتصورة في الذهن هي خريطة موجودة عند الذين يعنيهم الشأن الديني، هذه خريطة ليست عند الذين يتحدثون بلا حساب، هؤلاء الذين يتحدثون ولا يعرفون عن أي شيء يتحدثون حينما يقول الواحد منهم إن المساجد قد كثرت، وهؤلاء إنهم في الحقيقة إلا أناس يشتغلون في مشروع آخر يتضايق من وجود المساجد، ولكن الذين يضبطون الأمور يعلمون بأن هنالك في وجدة جهات تشكو فعلا خصاصة. هذا الحي كان حي مستحدثا، وحي
حينما اجتمعنا وجلسنا وكان من توفيق الله تعالى أن الحصول على القطعة الأرضية، لم يكن يومها في هذه الجهة مسجد يمكن أن يؤدي ومكان يمكن أن يعول عليه وينتظر، وهذه الجهة تحديدا هي في حاجة إلى الآن إلى مساجد أخرى، ابتداء من هذا الأمر من هذا المنطلق إلى نهاية الشارع لا تقريبا لا توجد إلا لا يوجد إلا مسجدان واضحان، ونرجو إن شاء الله أن ييسر الله تعالى تثبيت المساجد حيث تقوم الحاجة وحيث يجب أن يكون المسجد قريبا من الناس حتى يؤدوا الصلوات. وهناك جهات أخرى تبدو أنها محتاجة، هي معروفة أنها محتاجة إلى مساجد، لعل العائق فيها هو عدم وجود العقار الوعاء العقاري الذي تبنى عليه المسجد، ولكن هذا الاهتمام الذي لدى ساكنة المدينة هو المكسب الكبير، أي في هذه المدينة ثلة ونخبة تلتقي وتجتمع وتنسق في هذا العمل ابتداء من الفكرة الأولى وتتصل بكل الجهات من أجل أن تحصل على هذه النتيجة، فييسر الله تعالى ذلك. هذا شيء مهم نحمد الله تعالى على توفره. ربما في مناطق أخرى قد يوجد من يعترض على بناء المسجد، قد يتضايق، ربما وجد في بعض المرات في بعض الجهات أناس يكتبون عرائض ضد بناء المسجد، وهذا مرض كبير وخلل عظيم يصاب به هؤلاء الذين يريدون أن تظل أحياؤهم فارغة من المساجد. ولكن الغالبية العظمى من المسلمين يفرحون ويسرون حينما تقرب إليهم المساجد، لأن خطى المساجد هي خطى إلى الجنة، وكلما خطى إنسان إلى المسجد فلا يرفع خطوة إلا يرفع الله له بها درجة، ولا يحط خطوة إلا حط الله بها عنه سيئة، وبالتالي فهذا مسلك إلى الجنة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن لا طريق له كما ورد، من لا طريق له المسجد لا طريق له للجنة. فالناس يعرفون هذا الفضل الكبير والآن يعونه ويبادرون، وتأتي هذه الإنجازات في مثل هذا التوقيت. هذا المسجد إذن بني فأصبح من جهة يعد بأشياء كثيرة، يعد بإيجاد حياة أخرى في هذه المنطقة. هذه المنطقة الآن، هذا الحي الذي هو لا زال حي حديثا في الحقيقة، حينما يفتح فيه مسجد ويضبط المسجد، أنا أقول هذا، ويضبط المسجد بالشرع لا بآراء الأشخاص. إذا كنتم تديروا المسجد باش تحكموا فيها الآراء ديالكم، بلعوها وسيروا في حالكم، ما تبقاوش نقولها الآن. ماشي كل واحد زعيم في المسجد، المسجد عنده طريقة ديال التعامل، طريقة شرعية. اللي ما كانش يأمن بهذا الشيء ما عنده ما يدير فيه، يمشي في حاله. ولكن لابد أن نقول أننا حينما نأخذ بالمسجد بالمعنى المنظم الذي نظم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ضبطه الفقه، حينئذ نقول أننا مسجدنا يسير سيرا شرعيا ويؤدي النتائج. ما هي الغايات؟ أولا يوجد هذه العلاقة، هذه العلاقة الإنسانية التي توجد الآن بين ساكنة الحي وبين الناس هي علاقة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره للإنسان أن يتعود الصلاة في مكان، الإنسان لا يتعود كما يتعود الجمل، يصلي في مكان واحد كلما جاء دخل وصلى في ذلك المحل. هذه غير أحداث، هذه عادية لا تجوز. لماذا؟ لأن الإسلام يريد للناس أن يختلطوا، يصلي هنا غدا يصلي لهي غير غدا يسلم على هذا غير غدا، أما يترصف واحد الجهة يبقى دائما حتى يموت هو غير في ديك الجهة يشوف غير اللي عند اللي من ديالو، كل واحد قابض بلاصة ديالو كأنه كشدها بالرقم. بل بعض الناس الآن يعتبر بأن المحل اللي صلى فيه راه ولا شي حجة ودار فيه الهضرة ديالو حتى ما يمكن له يصلي فيه، هذا ظلم، هذا ظلم. حيث جئت أنت وصليت هذا كل مكان ديالك، اللي عنده المكان ديالو محفوظ هو الإمام، اليوم تصلي هنا وغدا أسيد هذاك المحل أنا حطيت فيه الهضرة ديالي وكذا راه ديالي. راه بدات يوقع هذه المسائل في بعض المساجد، بعض المساجد الآن فيها الآن محبوسة
هذا داير. لذلك بعض الناس يسولونا يقول لك جي عندي واحد السيد قول الله يخليك انا ظهري وجعني بغيت ندير واحد الوساده بقى نقعد فيها. الا ظهرك يقع وجعك اقعد في داركم وريح حسن لك هنينا. لان اليوم تكذب الوساده غير تقول حتى واحد ما يقعد في هذا المحل ديالي. هذا حبوس على المسلمين. ما عندكش حق باش تمتلكوا، انت ليس لك الا ان تصلي فيه، هذا ماشي ملك، هذه ماشي ملكيه. الان بعض المساجد راه موجوده الان، جاوا الناس حكموا فيها الاراء ديالهم، حكموا الفهمه ديالهم، وكل واحد دار الوساده ديالو وكل اللي دار كذا. ويلا مشيت وقعدت له تما ينوض يقول نوض، هذا انا شحال انا 10 سنين قاعد في هذا المحل. هذا سوء تدبير مع المسجد، لان الناس يدخلون فهومهم فيما هو شرعي. لا يجوز انت تستحق مسجد المكان الذي تصلي فيه. اذا جيت اليوم قدم زي هنا صليت ولا تاخرت واحد النهار جيت اصلي في التالي، بتقول لا بلاك وبلاك هذاك راه المحل دي متعو. هذا ظلم واعتداء. هذا واحد نقول لكم. في ما عدا ذلك كل الاشياء التي تزعج الناس في المسجد هي مرفوضة شرعا، لأن المسجد يجب أن يجمع الناس لا يفرق. ولكن حينما نسمع في بعض الجهات هذا جامع تاع أصحاب الشمال، هذا ديال أصحاب الجنوب، هذا إمامه صحراوي، لا هذاك الإمام ديالو جبلي، هذا من دخل في هذا مازال راه في آثار جاهلية. راه معناه مازال ما عرفش الإسلام. الإسلام جاء ليوحد، جاء ليجمع. هذه دعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماها منتنة، دعوها فإنها منتنة، ريحة فيها ريحة قبيحة. هذا العصبية دعوة منتنة. جاء الإسلام فلما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من كل القبائل، من كل الأعراق، ناس ما همش قاع عرب، كان صهيب الرومي، كان بلال الحبشي، كان الإسلام استوعب كل هذه الناس. وأكرم الناس هو أتقاهم، أكرم الناس هو أتقاهم. هذا الفرق ما بين الإسلام وما قبل الإسلام. فلذلك لما يأتي الإنسان يأتي بتصور جديد بأن هذا الإسلام جاء ليجمع الناس، لا جاء ليوحد الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأنه إذا رأيتم رجلا يبيع تجارة في المسجد فقل له لا أربح الله تجارتك. يمكن يبيع تجارة عادية، يجي يبيع تسابح ولا يبيع شي حاجة ولا كذا، هذيك تقول له لا أربح الله تجارتك. كاين السوق سير بيع. ولكن كاين اللي ما يجيبش التجارة مادية، يجيب تجارة معنوية. ارواحوا معنا، أجي عباد الله أن نستدعيكم للطائفة ديالنا ولا الفريق ديالنا ولا كذا. تدعي للطائفة والفريق هذاك حقك، ولكن دعي خارج المسجد. بعض المرات يجي واحد الإنسان ويجلس على المحل يتعدى عليه، خصوصا في رمضان، لان في رمضان تبقى في السيبه كثيره، تكون كل واحد يولي فقيه ويقعد كيكمل الدور. الاخوه الله يجازيكم بخير، بغيت نقول لكم على القضاء، راح عندنا فينا الفئه ديالنا والطائفه ديالنا، روحوا تحضروا معنا. لا اربح الله تجارتك. ماشي في هذا المحل يقول فيه، لاننا نتصور ان كل مسجد يدعى فيه الى طائفه والى اتجاه. كيف تصير هذه المساجد؟ ربما الناس الان لا يقدرون، لان الناس الاشياء الصغيره. ولكن تشوفوا الان الدول الاسلاميه التي تعاني الامرين من هذا الامر. تعرفون ان الدول الاسلاميه الان اصبحت في خطر كبير بسبب الطائفيه والعصبيات التي تعم بعض المساجد. وقد اصبح بعض العلماء يقول ذلك ويقول بان هذا خلل وقع في رساله المسجد. اذن فنحن انما ندخل مسلمين، نحب جميع المسلمين، نتعاون مع جميع المسلمين، وافضلنا هو اتقانا. هذا ضابط الشرعي، ضابط الشرعي اننا نجتمع ولا نتفرق. كذلك كل ما يمكن ان ينفر الناس من المجيء الى المسجد يجب ان نبتعد عنه. الله تعالى لما قال ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نتصور أن إنسان يقف في الباب ويمنع الناس، هذا لا غير وارد. لا يمكن أن يكون إنسان ويقول له وقف في الباب ويقول له ما تدخلش، لا خليه حتى يدخلوا ويزعجهم. باش بأشياء، الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المادية معروفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت فيه رائحة منتنة أولى له أن يصلي في بيته.
إما يتنظف ويجي ولا يسلف في بيته، لأن سيزعج الناس، لأن الرائحة الكريهة تؤذي من هو على اليمين تؤذي من هو على اليسار، وبالتالي فهو يصير منفر. دخل هو واحد ولكن خرج خمسة هربهم، هو بحدو صلاة ولكن خرج خمسة بسبب أنه ما تهيأش للصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الناس من أدب المسجد الدخول الاغتسال وأخذ الطيب وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل جدا، ما تصورش هذا بأن كل واحد الإنسان يكون قاعد في شيء في شيء في شيء قنت سامح في روحه يقول لك أنا ندير السنة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحه أحد الناس يجد رائحة العطر طول يومه. كان كيصافح في شيء واحد يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يصفه من أثر العطر، يبقى ذاك الإنسان يشم رائحة العطر النهار كامل، لأن النبي كان نظيفا كان جميلا. فهذا شيء من الأشياء المزعجة، وقد يزعجك الناس بأشياء كثيرة تتطور بالهواتف. الناس يصلون واحد يدير لك الهاتف وفيه الموسيقى كاع، تتصلي وتسمع الموسيقى فلا فيقطع عليك الحبل ديال هذا. شيء يمكن الاحتياط فيه، والوحتى عن طريق بعض الأجهزة الآن التي توقف هذا الاستقبال هذا الأثير يمكن أن يفعل ذلك، لأن الناس يجب أن يستغرقوا في صلتهم بالله فلا يزعجهم أحد. إذن فالروائح الكلام كل ما من شأنه أن يؤذي. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، منع أن يتخذ المسجد طريقا. إذا كان الإنسان في بعض المدن ديالنا يكون مسجد كبير عنده باب في هذا الدرب وباب في الشرق، واحد باش ما يسهل على راسه يرفد بالغدير يدخل بالله ويخرج من هنا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. المسجد لم يكن اتخذ طريقا، المسجد يدخل الإنسان على أساس الاستفادة والاستقرار. هذا تحريف وإن كان خفيفا تحريف للمسجد لرسالة المسجد. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخال ما هو نيء، اللحم النيء، اللحم النيء يدخل الإنسان يمكن في شكارة ولا شيء هذا ويقطر يحطه في الجهة ما يحتاج بالروحه حتى الدم في ذيك الجهة من الجهات. سمك بعض مرات يجيب الناس سمك يشري الكيلو ديال الكيلو ديال الحوت ويطلع هذا ويقول لك باش نوصلها، ما توصلها تتكون قاعد وكنا شموا بأنك جربتك ذاك السردين اللي قلبت به الدنيا، فلا يجوز. ولذلك كان الناس على هذا الأساس يحافظون على نظافة المسجد. تعرفون أن بعض الفقهاء كانوا لا يرون إدخال الجنازة إلى المسجد، كثير من الفقهاء يقول لا تدخل لا يصلى على الجنازة في المسجد. لذلك الناس إيش كانوا يديروا؟ ولاو يديروا أن الصلاة أن الجنازة يصلى عليها فين؟ في المقصورة، على اعتبار أن المقصورة ما داخلاش في المسجد، لأن الميتة يمكن أن يصدر منه ينزل منه ماء وينزل منه وينزل منه. المسلمون كانوا حريصين على هذا الأمر، كانوا حريصين على أن يتمثلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدهم المسجد بسلاح، بسلاح، أن إذا دخل في يده سيف مشهور أو رمح يمكن أن يصيب إنسان، وقد لا يصيب لكن على الأقل يبعث في الإنسان التوجس والخوف حينما يكون الإنسان بيده سلاح، حتى إذا لم يتعمد به إلى إنسان على الإنسان على كل حال يبقى دائما فيه، ليس كالإنسان الذي يأتي آمنا مطمئنا. حينما ترى إنسانا وليس معه سلاح فأنت آمن، ولكن حينما يكون معه سلاح تتوقع كل شر، تتوقع أن لديه مسدسا يمكن أنه ليس مثلا مضمونا يمكن، فهناك تخوف. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال السلاح إلى المسجد، بمعنى أن الإسلام يريد هذا المسجد ليكون واحة أمن، لا يمكن أن يرد فيه أو يمارس فيه شيء يزعج الناس أبدا، لا يمكن. ومن أجل هذا لابد أن يكون للمسجد طريقة للتدبير. هذه الطريقة، هذا دفتر التحملات اللي رمي سميه الآن هو موجود في المسجد، ماشي مسجد غير اللي يجي يدق فيها الراس ديالو ويقول فيها هذا مسجد ديالك السي، يقول شي واحد ما عجبنيش الإمام أنا كذا ما كذا، الله يعاونك سير داركم وسير الدين وسلم. ولكن ما تفرضش إرادتك على مجموعة ديال الناس،
وهذا الشيء اللي كاين عندنا في المساجد ديالنا. الله يخليكم، انا هذا كذا ما تعجبنيش، هذه الرياحه ما تعجبنيش، روح لجهه اخرى. لا تما خصنا، هذا هو سوء الادب مع المسجد. لان المسجد ما يمكنلوش يستقبل 300 راي ولا 400، كل واحد واحد باغي يشعل الرايه، واحد بغى يبلعها، واحد بغى يحل الباب، واحد بغى يطفيها، واحد بغى يشعل الضوء، واحد يوجعوا الضوء في راسه، واحد. لذلك ترون ان المساجد هي الان منابت للخلاف، هي تبدا تستنبت الخلاف، لان الناس ما عطاوش انفسهم للشريعه، الناس زادوا فوق الشريعه ولو هما اللي فرضوا انفسهم على الشريعه، وبالتالي يبقى خطا. انت جئت الى هذا المسجد لتتخفف من ذنوبك، ما جيتش بريزيدون هنايا، ماشي رئيس. خلينا من الرئيس، ما عندناش واحد الرئيس هنايا، تهنينا من الرؤساء، خلوا الرؤساء راه برا. انا رئيس، شبعنا من الرؤساء، خلوا ذوك الرؤساء راه برا. حنا نقول المسلمين يتعاونوا على الخير. الرئيس الحقيقي، وانا غادي نقولها لكم ونعاودها، لانني شحال مره نقولها، بعض الناس مازال ما فهموش هذا الخطاب. الرئيس الحقيقي هو الامام، هذا الشرع. الامام الراتب اذا صليت بلا به صلاتك باطلة باطلة باطلة. تعرفوا هذه القضية ولا ما تعرفوهاش؟ إذا الإمام موجود هنا وجاو الناس قال لك لا سيدي احنا كذا كذا ما عجبناش، وداروا ثلاثة ولا أربعة، لا صلاة لهم أصلا. وإذا كنت موجود، إذا ما أذلكش الإمام أنت معتاد وظالم. علاش؟ لأن الإسلام يريد أن يقود الحياة من خلال قيادة المسجد. تعرفون ما معنى الإمام في الشريعة الإسلامية؟ إذا أنت تعمدت سبقه مثلا بتكبيرة الإحرام الفاتحة أو بالسلام، صلاتك باطلة قولا واحدا. إذا صليت قلت أنا ما نسناش الله أكبر قبله، ولا خرجت قبله، صلاتك باطلة. ولكن إذا لم تكن تفعل ذلك وإنما أصبحت تخالفه في الحركات، شحال من واحد الإمام يرفع يكون ساجد يرفع ويبقى عادة مازال يزيد شي شوية شخصه شي بركات، لأن ما فهمش معنى الإمام. يجب الرفع معه، يجب الرفع معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان الذي يعترض أو الذي لا يتابع الإمام، لعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أو لعل الله تعالى يمسخ رأسه رأس حمارك. وتعرف الحديث، واخش الجنة باش تمسخ رأسه رأس حمار. إذا ما أنت ما عاجبكش الإمام، ما قديتش نفسك، ما طاوعتكش، معنى مازال ما عندك شي مستوى أنك تكون مع المسلمين. وهذا القضية نفسها تأتي في قضية من لا يدخل في الصف. أنا غادي نذكر واحد الصف، يأتي الناس فيصلون في بعض المساجد. بعض المساجد عندنا الناس كاين اللي قابل دائما قابض التالي، لأنه دائما زاهد. الصف في هذا المسجد هو الأولى والأول. لو يعلم الناس ما في هذا الصف الأول فلم يجدوا إلا أن يستهموا لا فعل. لو كان الناس يعرفوا الفضل يصفحوا، يبقاو تنازعوا الناس، تيقولوا سيدي كل واحد نديروا السهم، شكون اللي القرعة ديالو باش يدخل اليوم في الصف، ماشي صف خاوي وانت قاعد لهي. ولذلك من صلى خارج الصف خصك تسولوا الفقهاء الإخوان، راه بعد ما تقطع حوايج ديال الزنقة راه حنا نجيبوها. اللي يصلي الآن وحده ما بغاش يدخل في الصف، صلى وحده. بعض الفقهاء يقولون بأن صلاته تعاد، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صلى أحدهم خير في الصف قال زادك الله جيجري، ولكن صلى خالف الصف قال زادك الله حرصا ولا تعود أو ولا تعد. زادك الله حرصا لأنك جيت كذا، ولكن لا تعود إلى هذا، ادخل في الصف. بل الفقهاء يقولوا إذا كان بوحده خصو يخرج واحد آخر باش يكون بداية صف آخر. هكا الفقه ولا لا؟ علاش؟ لأن الإسلام يريد أن يزيل من الناس الأنانية. ماشي انك انت يا كبير على الامام وكبير وانت ما تسمع حتى لشي واحد، تصلي بوحدك لهي شحال وقت كاين. الحمد لله هذه الظاهره ما عندناش في هذه المدينه كثيره، ولكن انا شفتها في بعض المدن، خصوصا ديك اللي فيها المساجد كبيره، يجي لهي ويصلي غير تما باش من تما يخرج. الا ما تدخلش من الصف غيرك راك تعي راسك. دخل مع المسلمين وصل الصف، لان الاسلام يريد هذا المنظر، يريد هذا المنظر الذي ترونه الان ايها الاخوه، حينما ترون ان بعض الفضائيات تاخذ صوره الصلاه مثلا في الكعبه في رمضان. شوفوا ذاك الصوره رائعه. علاش؟ الناس كانهم جسد واحد، امام واحد، والناس راكم تشوفوا الفضائيات تاخذ. ما كاينش الان شي تجمع في الارض فيه الانضباط بحال المسجد الحرام ابدا، خصوصا في الحج. انا
ناس يركعوا ركوع واحد يرفعوا رفع. بعض المرات يكون 3 ملايين ديال البشر اللي في المسجد واللي فوق السطح واللي لداخل واللي الله اكبر كل شيء يركع كل شيء. فيقول كيفاش الاسلام علم هاد الناس هاد الانضباط؟ حنا لا نعلموا ماشي انضباط، نعلموا العصيان والتمرد. لا، الامام يركع انا نرفع، يرفع نركع. دائما داير انا صلاه في وسط الصلاه. هذا جوز، هذا شيء مما يجب تفاديه والابتعاد عنه. اذا هذه بعض الاشياء التي ذكرتها لكم، وهي كلها مذكورة في آداب المساجد. وهناك كتب تم بعد نبغي إن شاء الله يمكن يكون فرصة في آداب المسجد، في آداب المسجد وأحكام المسجد وأحكام الصلاة وأحكام المرور بين يدي المصلي ومن نمر به ومن وأنواع السترة وما إلى ذلك، مما ينبغي على الأقل أن يعرفه الناس. على الأقل نضبطوا حالات المسجد، ما ضبطناش برا نضبطوا الجامع، مش ندخلوش الجامع تالفين، كل واحد يقال له يدير له غير اللي قال له راسه، ما ندخلوش تالفين. فإذا نحن فعلنا هذا نكون قد تعلمنا النظام. الفقهاء يقولون حينما يصلي الإنسان الإمام يصلي في المحراب، يسلم. بعض الفقهاء يقولون هو ينفتل يرجع على اليسار متابعة هذه مسألة في الفقه، يدور على اليسار لأن الإمام مالك كان يدور على اليسار لأنه باش ما يعطيش بالظهر لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس كانوا يتأسون بمالك في هذا البلد. وحينما كان حينما يصلي الإمام وينفتل يقول بأنه ليس له أن يكون في المحراب، يخرج عن المحراب، ما يبقاش المحراب. علاش؟ لأن المحراب إنما استوجبه واستحقه بالإمامة، ما يبقاش إمام بحاله بحال الناس، خصو يخرج شوية بعد. شنو هي هذا؟ يقول لك أنت الآن لما تكون عندك ميزة العمل اللي تقوم به لأنه عمل عام فيتيح لك بعض الامتيازات، لما تصير تعمل لنفسك يجب أن تسرك. أنت عندك موظف أعطتك الدولة سيارة وأعطتك فأنت تستعملها في العمل ديال الدولة، ولكن في العمل ديالك الخاص ما يمكنكش تستعملها لأنك صافي. الآن تسوق لولادك وكذا خصك سيارتك ولا تكري تاكسي ولا تبرر راسك. فهمتوا معي؟ كأن هناك شيء كثير جدا يمكن أن نطوره في هذا. الإمامة والجماعة المسلمة كلها موجودة في الإمامة والصلاة. لما الإمام يتقدم بنا ويخطأ اش نديروا له؟ نقول له سبحان الله، اذا ننبهوا الى الخطا ولكن ما نسبوهش، ما نخرجوش من الصلاه سيدي بارك الله الامام راه غلط، لا تتابعه ودير السجود من بعد القبلي ولا البعدي اللي وجب. فانت من جهه تعترض ولكنك لا تكسر الصفوف، ماشي تعترض الامام، اعترض طاعري بادب، قول له سبحان الله سبحان الله ولكن وزاد ولا كذا، فتتابعه. لما غادي يقرب السلام راه عنده الطريقه باش غادي باش يجبر الصلاة ديالو. فبخلاصة أن كل الأحكام ديال تنظيم الحياة تجدونها في المسجد، ولو تتبعتم هذا لوجدتم الشيء الكثير. مع الأسف الشديد الناس ما زال ما قراوش، لأن هما زادوا، بعض الناس زادوا قارين هكا، ما بغاو يقعدوا عند العلماء. غير تقول أنا عارف هذا الشيء، شاهد داك الشيء اللي يقولوا الفقيه في التاريخ ما يعرف حتى شي حاجة. لما يجي الإنسان يخرج من المسجد ويرفد البلغة ديالو اخر شيء من ناحيه على الاقل ما نقولش من ناحيه الشرب، من ناحيه الذوق، تاخذ البلغه ويجي خارج ويهزها ويديرها للاخر عند النيف ديالو، كاع ما جبرت الطعام دير له قدام النيف ديالو غير البلغه ديالك. واش هذا ادب؟ كاين شويه يقول لك زعما ما تهودش الصباط ديالك لتحت ولا كذا بيه بالوسخ ديالو خليه تما وخرج. ما عرف علاش انا مازال ما فهمتش شكون اللي علم الناس يديروا البلغه فوق رصانهم، هي معمره بالزبل ويديرها لواحد اخر عند النيف ديالو وراحنا خارجين من الجامع. هذه قله العفه وقله باخا بلاش كاع ما تكون. واش هذيك راه فيها قاذورات فيها زبل؟ حشومه انك تاخذ الانسان دير الصباط دير له عند النيف ديالو، دير له لتحت وتخرج ورميه وصافي. ولكن الاشياء تاتي هكذا بلا تمعن نسبه معرفه. من اهم الوظائف ايها الاخوه والرسائل التي يجب ان هو نذكر زوج باش ما نطولش عليكم. قضيه اجتماعيه، ان المسجد يجب ان الان يكون هو المجتمع اللي ديالنا اللي يسميه الان المجتمع المدني. ناس العالم يتكلموا على الجمعيات والمجتمع المدني وخصهم يديروا الوظيفه كفلان فلان. انتم كلكم ايها الاخوه ديروا اشياء كثيره في المسجد، ولكن يكون معكم واحد المجموعه ديالكم حكيمه تجمع وتتوحد
ماشي نبداو حنايا نبقاو نفرضوا نفوسنا على الامام ودي دار للامام دار للامام دار للامام خلونا ما دار للامام ولا دي هذيك واحد النوع من السماجه. نعم الامام خصو يحترم واحترم ضروري لان الله تعالى احترمه لان عنده القران. اذا ما بغاش تحترم حتى القران هذه هضره اخرى فتحترمو تخلي له القرض ديالو تبعدو على المشاكل والامام يبعدك نفسه على المشاكل. كي تكون شي مشكله ديال الفلوس وديال كذا ما يدخلش فيها الامام خلي الناس بيناتهم لان غادي يفتري يدابزو وما يدخل لا في الصندوق ولا في كذا ولكن يبقى الاحترام ديالو. شي واحد يقول له وقف تصلي وهاك شحال تزيد وهاك شحال تنقص دائما الامام تمشى بالتليكوموند الا هو مقلق خص الامام يقم كذا الا هو خصو عنده الوقت الامام خصو يرسل. فلذلك كنسمعوا حنا كلام كثير جدا ولذلك دائما نحاول نضبطهم بالضابط الشرعي ماشي بالاخر ماشي نقولوا شي واحد الكلام ديال بالضابط الشرعي. اذا فهم فيما سوى ذلك تكون واحد اللجنه او جماعه ديال الخير ماشي رؤساء ناس يحسنون. فايما شخص من الاشخاص مثلا من الجماعه ديال هذه يمكن انه غاب مرض فتكون واحد اللجنه دائما تراعي هذه القضيه انها تزور واحد لان كاين اللي ساكن معكم راه ما عنده حتى شي واحد من العائله ديالو ولا القرابه ديالو الا تبلع عليه الباب راه يبقى غير هو مرته حشومة. ماشي من الإسلام أن واحد يعيش معانا وما نعرفوش لأن ماشي ولد عمنا وشي من حتى يموت وغدا مرة تقول راه مات فلان أبدا. هذا مسلم معانا عرفناه ندير واحد اللجنة ونقول أودي نزوره في سبيل الله يوم الجمعة ولا هذا شيء سهل أنه يكون. بعض المرات تكون خصومات في البيوت أنتم راكم تعرفوا واحد مع مرته مع أولاده وكذا كذا ما تخليوش الأشياء توصل للمحاكم وتفجر وكذا كلكم أنتم تدخلوا في هذا المجال غير خلي نكمل غير خلي نكمل دخلوا في هذا المجال صلحوا ما بين الناس. وجميل جدا ان تكون عندكم واحد لجنه فيها الامام فيها كذا وراه يمكن لكم تغلبوا على كثير من المشاكل. كاين بعض الاشياء بعض المشاكل في الاسر يلا خصها واحد الانسان حكيم يعرف يهضر يعرف يتكلم ويقول الرجل نعل الشيطان عليك وحفظ على وليداتك وكذا ويقول المراه كذلك انت رصاي وكذا وكذا ويمكن جوج كلمات ويدير الفاتحه ويخرج كثير من الاشياء. والامه ديالنا دائما مأمورة بهذا لا خير في كثير من نجواهم إلا ما نمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بالناس. إذا لا بد أن تقوموا بالأمر بالصدقة بالمعروف بالإصلاح بالناس. إذن هذا والنبه أيها الإخوة دائما أننا نبغي نعيش حياة إسلامية حقيقية مش هذاك اللي يدبزوا بعض الناس يدبزوا في أشياء تافهة ويحسبوها هي الإسلام. لا حياة إسلامية فيها تضحية. أن الآن في إحيائنا فقراء ما انا ما نقول لكم شي هذا الشيء اللي يديروا بعض الناس يمشيو يدوروا العيد الكبير ولا هسه ماشي ضروري الا ما عيدش الله يهني واحد يعطي شي واحد جوج كيلو ديال اللحم العود العيد فات ماشي شي حاجه. انا بعض الناس يديروا شي كذا ويمشيو يجمعوا الفلان يشريوا له شي هذا لكن الطفل اللي ما عندوش باش يدخل المدرسه ما عندوش باش يشري الكتب. الطفل الان كاين تعرف نقول لكم وهذه نقول لكم الاشياء اللي نعرف انا كاين طلبه نجباء شاركوا في مباريات ودخلوا في كليه الطب ما جبروش باش يشريوا الكتاب وذاك الطب ما عندوش عنده يكون عنده معدل كبير ما جبرش باش يكمل غادي خصو يخرج. علاش ما يكونوش المسلمين هما اللي يتولوا مات باه وخلاه ومشافوه في كليه الطب ولكن ما جبرش لان كاين واحد المطالب. فاحنا بغينا الناس يشوفوا الاسلام هنا هذا هو الاسلام اللي خصنا نشوفوه ماشي اسلام الصقه اللهم هذا منكر اختنا بداك الله هذا منكر شوف المنكر غير في نفسك كاع ما تقولنا هذاك الله منكر هذيك الهضره الخاويه ديال 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 بعض الناس شحال ما باش يدير السكوندر يدير الصداع اللهم هذا منكر هو كان منكر هو كاع منكر. خليونا من هذه الهضره هذه شوفوا الاشياء الايجابيه اللي تنفعكم امام الله. لما تنقذوا ايتام لما تضمنوا لهم المستقبل ديالهم لما تعاونوهم الان ديروا واحد المجموعه منكم في الكتاب المدرسي لما تهيئوا الناس الناس يقولوا فعلا المجتمع الاسلامي مجتمع رحمه شعرنا احنا بالرحمه ديال ويمكن لكم ديروا اشياء كثيره جدا. اذا كانت لجنه ديال المسجد ولا كانت كذا راه يمكن لها فيها ناس الحمد لله منكم رجال تعليم مثقفون متعاونون على هذا الشيء اللي غادي نتعاون. إذن هذا من الأشياء التي يجب أن نتعاون عليها. كذلك أخيرا أقول من المهمات الأشياء التي يجب هو أن المسجد هو الرافعة للمستوى. كل الناس رغم هنا واحد درجاتهم في العلم مختلفة ولكن حينما يدخل الإنسان للمسجد يجب أن يتعلم شيئا لا بد يتعلمه. واحد الإنسان ما يعرفش يقيم الصلاة واش معقول إنسان ما يعرفش يقيم الصلاة ويموت ما يعرفش يقيم الصلاة؟ يقول انا سنعلم الناس. وراه كاين الناس اللي ما يعرفوش يقيموا الصلاه وكاين الانسان اللي تقول له اذن ما يعرفش يؤذن كاين اللي يقرا القنوت عمره ما عرف شنو هي القنوت كل يوم يصلي وكل يوم كل يوم يسكت. كاين واحد الانسان يقرا الجنازه يجي الجنازه يقولوا له
الاخوه الله يخليكم اللي ما يعرفش يقول اللهم اغفر له، ياك دائما شي فقيه يقول اللهم اغفر، وهذا ما كاع عمركم ما تعلمتوا غير اللهم اغفر له ورحمه، نهار الاول جوج ثلاثه اربعه وشحال تتبقى اللهم اغفر له ورحمه حتى تموت، هذه جمله تحفظها وصافي، ما كاينش شهاده. خص الانسان تكون عنده واحد الاراده باش يتعلم، همه يسول مره على الوضوء، راه كاين اللي ما سولش على الاغتسال مازال ما يعرفلوش، كاين اللي الوضوء ما يعرفلوش، ويصور الدين هو هكذا زعما غير الدين جاء ليرفع الله به هؤلاء الاقوام. فاذا كان الانسان يتعلم يتعلم يتعلم، اللي عندنا محتاج الى محو الاميه نعلمه، اللي نعتنوا اساسيات الدين ديالو يتعلم، اللي عنده التجاره ديالو خصو يتعلم احكام التجاره حتى لا يكون حرام. ها ماشي ماشي الاسلام هو غير، وهذه حقائق. علاش الناس ما بقاوش يدوروا على هادشي، بقاوا يدوروا على الكلام الخاوي، يعجبوا الكلام الخاوي في غير شي الفاظ طنانه ما عندها حتى شي، لكن الفقه قرا الفقه، قرا الفقه الطهاره، قرا الفقه ديال الصلاه، قرا الفقه. وهكا كانت الامه ديالنا، الامه ديالنا اللي كتصوروها هذا. شوف في المكان وفي المغرب، المغرب كان الناس نعتبرهم اللي كانوا في درجه معينه من التعلم وكذا، كان في بعض القصور، قصر في الصحراء في حارس، يموت شي شخص، يموت يخرجوا ذاك الشخص يدفنوه كي يجيو يرجعوا يجبروا الحارس قسم التركه ديالو. الحارس ديال العساس ديال الباب عارف لان يعرف شكون اللي عنده في الاسره ديالو وشكون اللي ما عندوش وكذا، يقول لهم هذا داك كذا هذا، الان تجي تسول كاع اللي ساكن في الجامع، ولا ساكن ما يعرف التومون من الربوع من الثلث من كذا من الناس، ما يعرفش في الارث اي حاجه. لماذا؟ لان ما تعلمش، ما بغى، او لما علاش هذاك الانسان كان مجرد حارس ما يعرفش، ما وكان يستطيع يجاوب، لان هذا الاراده ديال التعلم. فلذلك اقول ايها الاخوه، لابد من التعلم، لابد من ان يكون هذه المساجد فيها اماكن للالتقاء مع الفقهاء، قرأوا الاساسيات ديال الفقه، ما تقراوش شي حاجه اللي واعره، ولكن ما يكون الفقيه يقريكم اقعدوا معاه، ما تقولش انا نعرف كل شيء، اقعدوا معاه. كل اول الفقهاء يتنشطوا بعدا باش يقراوا حتى هما يزيدوا يكملوا المسائل ديالهم، وثم انت في نفس الوقت غتستافد، ثم انت كل درس تتعلمه الا ولك به اجر. باش نختم نقول حديث في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جالسا فجاء ثلاثة من النفر، ثلاثة الأشخاص، جاء واحد فبقى يبحث عن الأماكن حتى كذا حتى دخل قرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول. جاء واحد آخر ما جبر الحلقة جلس في الأخير. جاء واحد ثالث شاف هكا وجا خارج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل الله عليه. الأول اللي قرب وجاء قبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، ولكن ماشي بحال أقبل. وأما الثالث الآخر فأعرض الله عنه. إذن كل واحد عمل الله بمثل ما فعل، أقبل فأقبل، استحيا فاستحيا، أعرض فأعرض. إذن ما تريده هو ما تفعله هو ما يجازيك به الله. ولذلك نعتبر أن الإقبال على المسجد وقراءة القرآن في المسجد والالتصاق بالمسجد هو الرباط، ولكن شرط أن الإنسان يعلم أنه الآن في مصنع، أنه يربى، أنه يتعلم، أنه يستفيد، أنه لا يفرض إرادته. مشي أنا جيت نقول لكم الله يخليكم أنتم ديروا هذه ولا كذا ولا احنا نمشيو كذا ونشكيو في هذا ونشكيو، خليكم من ذيك المسائل الخاصة، هذيك ما تنفعكمش أمام الله. ولكن بالتعلم بالارتفاع في هذا المستوى ينفع الله تعالى بهذا. أخيرا أقول أيها الإخوة، هذا عمل تم إنجازه، ولا شك أن وراءه إن شاء الله مساجد أخرى ستأتي وخير كثير سيأتي. نسأل الله تعالى للذين أسهموا في هذا المسجد والذين فكروا والذين ساعدوا والذين شاركوا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعله إن شاء الله صدقة جارية. نسأل الله تعالى أن يعلم هؤلاء المسلمين جميعا آداب المسجد حتى لا تفسد أعمالهم ولا تبطل أعمالهم بما ليس شرعيا من الأعمال. نسأل الله تعالى أن يرفع من قيمة هذه الأمة ومن مكانتها، وأن يوثق صلتها بالله تعالى
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يكون هذا المسجد إن شاء الله وافتتاحه ووجوده خيرا بإذن الله وبركة. أسأل الله تعالى أن نأتي يوما ما. شوفوا اسمعوا واش نقول، إن شاء الله نجي واحد مرة ونجبركم إن شاء الله. حققت إنجازات، بعض المساجد شفناها وجاءوا الناس وسولوا اللي عندهم المخ وقولك شنو نديروا، كلهم قريوا ولادكم، قريوهم من ولاد كاين الفقراء اللي ما عندوش باش يديروا الدروس الاضافيه في البكالوريا وقل البكالوريا، شوفوا اساتذه وقولهم الله يخليك علمونا. هذا المسجد ما خصهاش يبقى فارغ، ديروا دروس. كاين كاين الان تعرفوا الكاين اللي يصرف على ولادو اموال في الدروس ديال وصلوا في البكالوريا باش يجيب معدلات، ديروا تنتوما هذا الشيء، افتحوا هذا المجال، علموا النساء، علموا الرجال، اعطيوا واحد الاشاره بان الاسلام قادر على ان يرفع هذه الامه ان شاء الله. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. شكرا. الشكر وكل الشكر جزيل لفضيلة الأستاذ العلامة، ونعتبر هذا الدرس بمثابة خريطة الطريق نسير عليها إن شاء الله. جزاه الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسيرفع الأذان إن شاء الله غدا قريبا. بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك اللهم قلبا خاشعا ولسانا صادقا، ونسألك العافية، ونسألك تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في انفسنا، اللهم بارك لنا في نفوسنا، في اسماعنا وفي ابصارنا وفي اثرنا وفي نعمنا وفي عملنا. اللهم تقبل حسناتنا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، اجعل تفرقنا سالما من شر ما صنع. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك حتى نلقاك وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين والسائرين على هذا اللقاء. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وفقه لخير الدنيا والآخرة. لا ننسى أن ننوه بل العمل يعني الجليل اللي قام به قامت به اللجنة كلفة المسجد من بداية بناء المسجد إلى نهايته، فجزاهم الله خير، جزاهم الله خير على ما قاموا به، اللهم اجزيهم خير الجزاء، اللهم اجزيهم خير الجزاء. المحسنين الذين ساهموا، ساهموا بأموالهم أو بخبرتهم أو بعملهم اليدوي، اللهم جازهم عنا أحسن جزاء، اللهم جازهم خير الجزاء، اللهم جازهم بما جازيت
عبادك الصالحين. اللهم وفقه لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا جميعا من السابقين الى رحمتك. اللهم اجعلنا جميعا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بان الله له بيتا في الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. اللهم يا رب اجعلنا من اهل الجنه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم يا رب يسر امورنا. اللهم يا رب يسر امورنا. اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم اجمع شملنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي كرامة الإسلام للمسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده وسائر نصرته. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم يا رب احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسر وبركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن